اسمي هانيا طارق في كلية Commerce and Business Administration Organizer هنا في Team Organization في Student Life Department. ده مهرجان قاهرة المعز, ده إيفنت بيعرفنا أكتر عن تراث بلدنا وبيعرفنا أكتر عن الحاجات اللي كانت موجودة أو اللي لسه موجودة. أنا لجعينة أحمد, الفرقة الخامسة أسنان في قاهرة المعز. بيبقى فيه كذا وركشوب, 11 وركشوب, منها الرسم والتصوير اللي هو فوتوغرافي والمشغولات اليدوية. بعتبر إن إيفنت قاهرة المعز ده مجمع كده لمواهب الطلاب في الجامعة, يعني اللي عنده هواية جانب الميجر بتاعه دي بتبقى فرصة حلوة قوي إن هو يطلع الطاقة دي بقى في الوقت ده. أنا ندى, فريشمان في بوليتيكال ساينس. أنا بشتغل في ورشة الفن الكاريكاتيري. أنا بصراحة بحب أرسم قوي, ورسمي دي موهبة عندي من وأنا صغيرة, بس ما كانش عندي الفرصة إن أنا أنميها أو إن أنا أدخل في مسابقة أو حاجة تساعدني إن أنا أنمي الموهبة بتاعتي. هو بيساعدني إن أنا أطلع أي طاقة سلبية جوايا, أي زهق زعل بطلعه في الرسم بصراحة, فهو حاجة بتخليني في عالم تاني, بحس ان انا ما بفكرش باي حاجه غير في اللي انا بعمله. انا عبد الله هاني, هندسه قسم عماره, ده اخر ترم ليا. مهرجان القاهره المعز السنه دي انا اشتركت في الاكريليك, تصوير بالاكريليك, لوحه اخترت مساحه كبيره 20×20. بحب اختار مساحات كبيره, قلت لك ان انا بحب ان انا اتحدى نفسي, بالذات انها بتبقى اسبوعين. فاخترت شخصيه معروفه يعني, فريده الخولي, هي رسامه مكسيكيه. حبيت ان انا ارسم لها حاجه تبقى ليها علاقة بشخصيتها شوية, فدرست شخصيتها, عرفت حاجات عنها, عرفت مشاكل صحية عنها كانت بتستخدمها هي ذات نفسها بتستخدمها في لوحها, وحطيته في الكونسبت والديزاين بتاعي, والحمد لله طلع جميل جدا يعني. أنا عمار السيد, كلية طب الفم والأسنان. أنا مشترك في التصوير. التصوير ده بيبقى رسم, بس هو زمان جت كلمة تصوير إن زمان كانت ما عندهمش تصوير فوتوغرافي, كان عندهم بينقلوا الواقع على رسومات, فكانت تسمى التصوير يعني. ومشترك في الخرده, كان في مثلا هلب بتاع ونش فشكلته على شكل راس لمجسم طير. جبت مثلا تروس قطعتها وعملتها كاجنحه, كونت فكره بخده او بحاجات يعني ممكن توظفها مش هنا, طلعت منها عمل فني يعني. الرسمه جات لي فكره ان انا اضيف الوان من الطبيعه, مثلا الازرق اخضر, رسمه فيها شخص يعني الشخص نفسه متلون بالوان بتدل على الطبيعه. انا وليد نايف, فنان تشكيلي, مدير فني في مؤسسه العظام. الحقيقه احنا جينا نعمل ورشه هنا, ورشه تصوير بالوان الاكريليك, ودي تاني سنه نعمل الورشه. طبعا هي اول سنه كانت بالنسبه لي مفاجاه كبيره ان انا اشوف المستوى ده في الجامعه. الجامعه تقدم مستوى فني متطور. الولاد فاجئوني ان هو مستواهم قريب من مستوى كليات فنون. الحقيقه الطاقه كمان اللي موجوده في وسط الولاد طاقه ملهمه قوي, انا نفسي شغال معاهم وانا مبسوط. وبتمنى ان ده يستمر في الجامعه الحقيقه لوقت اكتر. ده غير كمان انهم عملوا ورش مختلفه في الخزف وفي النحت وفي الطباعه وبشكل متخصص كمان. ساره مجاهد, هندسه سنه ثالثه, مشتركه السنه دي في ورشه النحت في مهرجان القاهره المعز. احنا كنا بنشتغل الاول بننحت حاجه 2D يعني رسمه وبننحتها, دلوقتي بنشتغل 3D بالمجسم وبنعمله بورتري كامل. ال 2D كان بياخد يعني يوم او يومين, ال 3D بقى لا, ممكن نقعد الاسبوع كله شغالين في حاجه وبعدين نكتشف ان احنا لا عايزين نغير فيها ومحتاجه ديتيلز اكتر او كده. انا حازم احمد, طالب في هندسه قسم ميكانيكا ميكاترونكس. انا مشترك السنه دي في الورشه بتاعت الخزف والطين والطامي وكده. دي بناخد الطامي اللي هو بتاع النيل ده, تمام, بنجمعه بنعمل بيه اشكال بقى وكده وننحت عليه وكده. يعني انا نحت مثلا سيف فرعوني وعملت عليه نقوش هيروغليفيه, وبرضه عامل مسألة مستنية تنشف برضه عشان انقش عليها نقوش هيروغليفية وكده. أنا اسمي مريم طارق وفي بوليتيكال ساينس, ودي أول سنة ليا في الجامعة. مشتركة في ورشة المصغرات. احنا المفروض بنقص وبنلزق حاجات وبنعمل بيوت, بنعمل سراير فيها على حسب احنا عاوزين نعمل الأوضة ازاي, عايزين نلزق ايه,
والخشب معمول من خشب بولس 2. بس ببدأ أول حاجة إن أنا بقعد أقطع الخشب وأعمله بيوت أو على حسب أنا عايزة أعمله بيت أو أوضة، وبعد كده ببدأ أعمل الديكوريشن بتاع المكان. بس محمد عيد، مدرس بكلية فنون جميلة جامعة حلوان قسم الجرافيك. أنا مسؤول عن ورشة السيانو تايب وورشة اللاينو كات، الطباعة من سطح برز. ورشة اللاينو كات هو طباعة من الطباعات اللي ظهرت من القرن 16 وبدأوا الفنانين يشتغلوا على أساسها. أما ورشة السيانو تايب من الفنون القايمة وقاموا عليها الفنانين المعاصرين دلوقتي إن هم يستخدموها، وهي كانت تستخدم في الأول في إظهار الصور الفوتوغرافية. أنا أول سنة السنة دي في مهرجان قاهرة المعز. لا والله في ناس حب السيانو تايب وحابين يشوفوا صور فوتوغرافية والنيجاتيف بتاع أعمالهم وصورهم، وحابين برضو اللاينو كات. ففي لا في عدد لطيف ومش أقل من 5 أعمال لاينو كات و20 عمل سيانو تايب. ياسر جعيصة، فنان تشكيلي مصري. أنا بقالي 30 سنة في الفن البصري والفن التشكيلي في العالم العربي. سافرت مثلت مصر في كذا دولة أوروبية وشاركت في مهرجانات كثيرة، آخرهم في ألبانيا في أوروبا، وقبلها وبعدها كنت في الإمارات، كنت عضو لجنة تحكيم مهرجان دولي. الحقيقة اللي أنا شايفه في جامعة المستقبل حاجة تبشر بالخير. الشباب جاد جدا وواعي. مستوى 80% من الشباب الولاد والبنات اللي بيرسموا يكاد يكون يرقى لمستوى ناس خريجين فنون جميلة دارسين أصول الفن البصري والفنون التشكيلية. بشكر جامعة المستقبل على المجهود، وبشكر الأولاد على المجهود الرائع، اللوحات الرائعة اللي طلعوها معايا.